السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معي من جديد في قناتي اعلام حسنه ديجا. وكنعتذر بنات على هذا طول الغياب، كنخلي لكم غير فيديوهات قصار. اليوم جبت لكم واحد المفاجاه ديال الحمام المغربي والسر ديال الحمام المغربي، واحد الوصفه يعني ما غنستعملوا فيها حتى شي حاجه، غادي نشريوها ونجيبوها. بقاو معايا بنات تشوفوا السر. قبل بنات ما نبدا معكم، فكنبغي نشكر واحد الانسانه عزيزه وغاليه وبزاف وبزاف، اختي العزيزه الغاليه نجات اللي ديما معدبها معايا، الله يسمح لي منها. يعني اي حاجه كنطلبها منها فما كتقولش لي لا، فكنقول لها شكرا بزاف، وشكرا لصحاباتها يعني اللي جراو باش لقاو هاد الوصفه السحريه. هي سهله، غير هي يعني من مدينه لمدينه، ما كايناش في المدينه ديالنا، فهي كتواجد في مدينه مراكش ومدينه فاس ومدينه اكادير، يعني معروفين. احنا ما عندناش للاسف، فكنتمنى يعني تكون متواجده عندنا باش الكل يستفيد منها. فشكرا اختي نجات، وشكرا لكل صحاباتك، وكنقول لكم انا كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. شكرا. يعني بديت كنشوف يعني هاد الاعوام الاخيره البنات والنساء كيستعملوا بزاف مواد جميل يعني ماشي طبيعيه، فماشي في الصالح ديالنا. فاحنا بعدنا كل البعد على الاشياء الطبيعيه، فهي هي كنمشيو كنرجعوا ليها صراحه الله. يعني كنمشيو كان ما نخليو ما نشريو نشريو يعني بوماده بالثمن، فما كنلقاو فيها حتى شي شي لا علاقه، فكنرجعوا لكل ما هو طبيعي. فبنات ملي غنمشيو الحمام ديالنا، ف كنختاروا الاعشاب اللي كنبغيو، مثلا الورد، الخزامه، القرنفل، ندقوهم مزيان ونديو معنا العكر الفاسي والصابون البلدي ونخلطوه في واحد طاسه من طبيعه الحال، نهزوه معنا للحمام. اول حاجه كيحيد لينا هذوك الخلايا الميته، ثاني حاجه كيرطب لينا هذاك الجلد، وثالث حاجه كيخلي لنا واحد الريحه روعه بنات فتيقوني. فنبعدوا على هذوك المواد اللي غير طبيعيه، ما كنعرفوش مناش مصنوعين، فنرجعوا لجدودنا، نرجعوا للاصول ديالنا. هاد الصابونه بنات هي هادي اللي كتشوفوا، الصابونه بالعكر الفاسي، فهي فيها عده مكونات وكاينين بزاف ديال الانواع. بزاف كاين صابونه ديال الكبريت، كاين ديال الجزر، كاين ديال الخزامه، ديال القرنفل، ديال اللي بغيتو. يعني هادي اللي عنده مثلا العائله ديالو في مراكش، في فاس، في اكادير، فياخدها. هادي عن تجربتي الخاصه بنات، يعني ما يمكنش لي نحط شي حاجه في القناه وانا ما مجربهاش. فهاد الصابونه ديوها الحمام، حكوا بها الرجيلات ديالكم، وجهكم، يديكم، الجسم ديالكم، ما تخافوش منها، خليوها واحد المومو، من بعد غسلوها وحكوا وغتشوفوا النتيجه. هذه ديال العكر الفاسي، ايه هذه كيف كتشوفوا كاينه، وهذه معروفه كذلك عند الافارقه، ولات دابا متداوله عندنا في بلادنا. هذه ديال صابون دو كاروت، هذه ديال الجزر، حتى هي مزيانه، يعني مزيانه لوجهنا. هاد الصابونه اللي استعملناها ما نخرجوش للشمس حتى نديرو ليكرون ديالنا، الواقي الشمسي، غير احتياط وصافي. هادي حتى هي ما نديوهاش كامله، غنقطعو طريف منها ونديروها في شي بواطه صغيره، ونخليو الاخرى حتى نبغيو نستعملوها. كذلك كنشكر علاء الولد طيبوبة والحنان اللي فيه، فكنشكره بزاف. يعني مشى لفاس وبالضبط المولى يعقوب، فجاب لي هاد الصابون، عرفني مهوشة على هاد الصابونات، فجاب لي هاد الصابونة ديال الكبريت كيف كتشوفوا. فهي كاينة في الحمام، كتلقاوها برا في الحمام، فكنقول لي شكرا شكرا. جاب لي هي والمورد معاها، حتى هاد المورد راه بنات راه شنقول لكم، يعني كل ما هو طبيعي نستعملوه، نبعدو شويه على المواد اللي غير طبيعيه. زرقاء كيف كتشوفوا، هو صابون بلدي، يعني ريحته روعه بنات، وانا جربته، ف هو متواجد في الاسواق، ما عرفش الثمن ديالو، هذا كادو ديال اختي نجات والعصابه ديال صحباتها. كيف كتشوفوا، ها هو النيله الزرقاء،
يعني الناس كيقلبوا عليه، فهو متواجد في مدينة مراكش. كنظن يقدر يكون عندنا حتى هنا، يقدر يكون في دوك المحلات اللي كيبيعوا المواد الطبيعية، يقدر يكون. فغير سولو وما وغادي تلقاه. كذلك كاين الغسول الابيض مخلط بالعكر الفاسي، هذا كنديروه ماسك للوجه، كنخلطوه مع المورد، هذا المورد هذا كنخلطوهم بجوجهم ونديرهم ماسك، ما نخافوش منه للوجه مع المداومة. من طبيعة الحال للشعر ديالنا، نجيب الشعر ديالنا. فالاجداد الجدات ديالنا كانوا كيديروا واحد الوصفة وانا كنديرها، فكتخلي رائحة زكية في الشعر. هي كناخدو القرنفل كنطحنوه مزيان كيف كتشوفوا، هو كيخلي ريحة زكية في البيت، يعني خليوه بحال هكا طحنوه وخليوه في شي بواطة. كناخدو القرنفل كيف قلت لكم، كناخدو كذلك الخزامة حتى هي كنطحنوها، حتى هي ريحتها روعة. نطحنوهم بجوج ونخلطوهم مع زيت العود، ندفيو زيت العود واحد شوية ونديروه في شي قاعة. ملي نجيو من الحمام غنديرو غير قطيره قطيره صغيره غنماصيو بها شعرنا من طبيعه الحال، والمشطو تشوفوا الريحه اللي غتبقى لكم، والشعر حتى هو كيرجع للرونق ديالو. القرنفل ولا متواجد في هاد القريعات في المحلات، يعني هو غالي شويه ولكن دابا هو ولا متواجد الحمد لله. كذلك العكر الفاسي كنمشيو للحمام كنخلطوه معانا، نديوه معانا نخلطوه مع الصابون البلدي. الا ما كانش متواجد عندنا هاد الصابونه، العكر الفاسي نخلطوه مع الصابون البلدي ونديروه ماسك ونخليه واحد المده. فبنات رجعوا شويه للاصل ديالنا، رجعوا ليه. فكل ما هو طبيعي تيقوني بنات، لا في الاكل لا في التجميل لا في اللباس لا في اي حاجه، فهو الاصاله ديالنا. نحاولوا بنات نبعدوا شويه على هذوك لي كريون، حتى هما ما كنعرفوهمش يعني مناش متكونين في الكحول من طبيعه الحال. غنشريهم من عند نساء هما معروفات، هما اللي كيدكوه بطريقتهم ويعني تحت المسؤوليه ديالهم وامانه. كيقول لك هذه امانه، يعني هو عنده طرق باش كيوصل لعندنا. فكذلك بنات نستعملوا شويه الكحول لعينينا، فنبعدوا شويه من هذوك القلامات وهذوك لي كريون وهذوك. واخا كيعطيو واحد الجماليه ولكن الكحول كيعطي جماليه اكثر واروع. فبنات شنو بقى ليا؟ كملت معاكم من الليل الليل نحاولوا نستعملوا هذا المورد، او في الصباح من نفيقوا، فهو مزيان للبشره، يعني الكل كينصح بيه فما تخافوش منه. فبنات شنقول لكم، الحمام المغربي عنده تقاليد وعنده عادات، لكن للاسف كل شيء مشى ما بقاش. يعني ولينا كنشريو دي برودوي غاليين كانت عنده مع بعضياتنا، فعلاش لا نمشيو للطبيعه، فنبقاو في الطبيعه وكل ما هو طبيعي فهو جميل. فبنات في اخر فيديو كيف قلت لكم، هاد الصابونه هادي راه متواجده، فخدوها كيف كتشوفوا كل شيء مكتوب فيها. دم الغزال يعني العكر الفاسي، متكونه من العكر الفاسي وشي مكونات اخرى، يعني ديروها على حسابي وخليوا لي تعاليق. وكذلك هاد الصابونه ديال الكبريت راه زوينه بالنسبه لليطاش، خصنا غير نداوموها غير نداوموها، يعني ماشي نديروها مره وما نستعملوهاش كامله. كيف قلت لكم نقطعوا غير واحد الجزء ونخليوا الاخر باش ما يضيعش لينا. كذلك هاد الصابونه هادي ديال الجزر نقطعو حتى هي غير شويه ونستعملوها، ونتهلاو في بشرتنا، نتهلاو في شعرنا، نتهلاو في حياتنا، نكونوا ايجابيات، نبعدوا شويه على المواد اللي ما عندنا بها راد، فنخليونا في المواد الطبيعيه لانها هي اللي كتبقى. فبنات كنقول لكم شكرا، وكنقول لاختي العزيزه نجات شكرا، ولصحاباتها شكرا، وكذلك العلاء شكرا. كنتمنى ليه النجاح والتوفيق في حياته يا ربي وفي دراسته. وإلى اللقاء بنات في فيديو قادم وعالم جديد من عالمي، عالم حسنى ديجا. إلى اللقاء بنات.